فرنسا وتعامل فرنسي مع تونس برشا ناس يقول خاطر سوفيان بن ناصر انجلوفون خاطر سوفيان بن ناصر امريكا دونك علاش ستاتيو سفير الفرنسي في تونس يرتع في البلاد كما يحلو له متجاوز في ذلك مهامه الدبلوماسيه هذا امر خطير لا يبشر بخير على فكره الكلام هذا يتقال قبل على اوليفي بوفر دارفور ويتقال توا على اندري بارون معناتها ماهيش مرهونه باسامي السفراء يبدو لي فرنسي بالنسبه ليك المشكل فرنسا حد ذاتها كيفاش تتصرف على خاطر اولا على خاطر فرنسا علاش كان هو شكون قال لسفير امريكا مش قاعد يرتع سفير المانيا مش يرتع لا على خاطر اولا لن ما استعمروش تونس باه وقعدنا في كل عقده هيك لا عقده كبيره باه ثانيا ما عندناش مليون تونسي ولا اكثر في دول اخرى مرهونين التوانسه في فرنسا هكا ولا وامورهم غادي في فرنسا ما هيش باهيه 350 الف ما غير اوراق اليوم في فرنسا وما سووش اوضاح ثالثا ثم تبعيه اقتصاديه معناه فما ان بروبليم في الاقتصاد يسميه سيستميك بروبليم معناها وقت اللي فرنسا تكح تونس تاخو اونجين فهمتني معناها يلزم نردوا بالنا مش هالدرجه اي للدرجه هذه كان فرنسا تتعب غدوه تونس موت بالفقر رابعا العالم تبدل يا حمزه راهو كان حتى تخزل الدول المستعمره الانجلوفونيه هكا ولا شوفها وين اليوم وشوف الدول المستعمره بفرنسا برا شوف انت الدول اللي استعمرتها شو اسمها المملكه المتحده وبرا شوف الليتام تاع الدول في الدول الفرنكوفونيه زيد حاجه اخرى انت بيدك تسمع يوميا في تسريبات صحيحه واصوات صحيحه وانا نشوف بعيني اكا ولا في الصبيحيه التوانسه اللي يخدموا مع السفاره الفرنسيه شيء غريب راهو شيء غريب وصلت معناها العباد قالوا ماناش كنا مستعمرين معناها بابا انا كي شد حبس فرنسا ويقرا في جامعه يسود هنا كذبه معناها والعباد اللي ماتوا بالعسكر الفرنساوي في تونس كذبه ومنزل بورقيبه معناها اللي وقع في منزل بورقيبه كذبه ها كذبه اللي وقع في منزل بورقيبه في تاريخ تونسي ضد الاستعمار الفرنسي كلام فارغ وزيد حاجه اخرى باش نفعونا ما فهمتش انا باش نفعونا ثم ناس يقولوا اما التوانسه اللي عايشين في فرنسا وقت توكل فيهم فرنسا يا ودي انت قاعد عندي معك 20 مليار في العام راهو نعم تبيع لي في السلعه الكل حتى من المايونيز والبشكوت والشوكولاته والكراهب والدويات معناها ثم تبعيه كبيره للي اليوم ما نصنع في حد شيء اوني ان بي دو كونسوماسيون نحن بلد استهلاك استهلاك بيت من تعرف ما نعملوا حتى مسمار ما نعملوا فيه في تونس حد شيء ونبداو فهمت ولا نبوسوا في سيدنا ونستناو في قرارات الدوله الفرنسيه باش نعملوا قرارات ثم اشتر الرؤساء ورؤساء الحكومه والبرلمانيين ورؤساء البرلمان وبيديجيات كل فرنسيس مانيش ضد الجنسيه الثانيه انا عندي جنسيه ثانيه امريكيه مش هذه مش لكن مش بالوجود هذا مش بال معناها راهي كلهم فرنسيس راه مهدي جمعة فرنساوي يوسف شاهد فرنساوي الفخفاخ فرنساوي حتى هذا بوتاتر فرنساوي ما نعرفش عليهم براجع انت شوف كلهم تصلي لفرنسا لماذا هذه التبعية علاش نحن انا شقلت يعني مثلش امريكا ليه فرنسا لا نقصوا من التبعية الفرنسية ونوسعوا امشي استنى ساعات على امريكا اون فوا بور توت خلينا نشوف اقعد معي نرجع كل مره سي صوفيا ما فوتش الفرصه باش ينتقد اداء السفير الفرنسي قلت ستوب للتعامل مع فرنسا نبدلوا شوية قلت لك فرنسا حلال حرام أمريكا حلال خاطر أنت بوتاتر تعيش في أمريكا تخدم في أمريكا جنسيتك أمريكية معناتها قلت خلنا نفسر اون فابور توت حكاية أمريكا خليني أنا نكون واضح أنا مع أمريكا 100% ما نقول لك علاش مش على خاطر نحكيو ديما منطق الولاء لا يعني مش حكاية ولاء حكاية أنت قلت يوسف الشاهد ولاء لفرنسا عقلاني أنا إنسان عقلاني فرنسا تبوس في دين امريكا يوميا ايطاليا تبوس في دين امريكا انجلترا تبوس في دين امريكا امريكا عندها اكبر سوق مالي هكا ولا امريكا عندها اكبر سوق المبادره الخاصه لونتربرونيا امريكا فيها التكنولوجيات الكل منها فيسبوك منها جوجل منها الانترنت منها مايكروسوفت منها امازون منها ابل هي ايش تحبني انا نعم نمشي انتمي الى فكر استعماري اسمه الفرنكوفونيه ولا نمشي نكور مع الناس الكبار نمشي نكور مع ليكيب الباهيه باش انا نتحسن هكا ولا ثم اكبر سوق استهلاك في العالم هو السوق الامريكي
علاش انا يلزمني نعيش تحت الاستعمار الفرنسي مدة 150 سنة 75 وزيد 75 وقت لي انا يلزمني نوسع العلاقات التجارية والثقافية والتكنولوجية وزيد معناها التلامذة متاعنا والطلبة نحبهم يقرأوا في هارفارد وكولومبيا ويال وبرينستون باش يدخلوا في الكومبيتيسيون. تعرف اليوم الباترون تاع جوجل هنداوي، الباترون تاع سيتي بانك هنداوي، علاش نحنا ما عندناش توانسة غادي؟ انا من الناس الشوية اللي مشاو لتونس، مش شوية اللي مشاو، ما عندناش برشا، عندنا 15000 تونسي في امريكا، علاش ما عندناش 500000؟ ما وين المشكلة؟ زعما الهنود اذكى من التوانسة، زعما الروسيين لي زانجينيور ارقى من التوانسة. التوانسة ما خرجتش لفرنسا باش تخرج لامريكا؟ اي بوكوا با، علاش ما خدمناهاش السياسة الخارجية هذه؟ وزيد مع بريكزيت، وانت تعرف وقت تحل باب امريكا تحل باب كندا تحل باب معناها شو اسمها المملكة المتحدة. علاش انا اليوم مانيش نخدم يوميا في وزارة الخارجية باش نعمل علاقات جديدة تجارية مع بريطانيا؟ معناها ما السوق الثانية المالية في العالم، علاش التبعية هذه يا رسول الله؟ مكبلين فوالا اش عملنا؟ قل لي ما جابت كان الميزيريا والفقر وتو قلت لك سياسة الاستعمار تقدم ولينا تو دخلنا لسياسة الاستحمار هكا ولا وعايشين تحتها وحليلنا روحي وفرنسا وكيفاش نعملوا معناها هذه هي يلزم هكا يلزم نكملوا هكا وين وصلتنا؟ هك قاعدة تشوف يوميا وليت تسمع انت بوذنك عمزة يا اخويا وانت في الاعلام وتعرف ولوا يعينوا ويكسروا في رؤساء حكومة هما اللي يعملوا انا جاتني عباد قالت لي راو في عهد من رؤساء الحكومات هذوما يبعثوا لبريوريتي متاعهم اولويات لسه في الفرنسي باش يوافق عليها قبل ما يعملوها. انت تعرف كمان ما نكوروش انت حتى في الكوره باش تتحسن معناها تحسن روحك في التنس ولا باسكت ولا فوتبول تمشي تلعب مع فريق اقوى منك برشا باش تتعلم باش نبعثوا مساج للعالم نقولوا نحن متفتحين على العالم